الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز صديقتي العزيزه. ممكن تشتركوا في القناه يا كابتن؟ انت عايز تكمل 100,000؟ لا، في حد كده ابن حلال مصفي تقريبا كده عامل لي حاجه في القناه، في ناس بتشترك وتصحى تلغي الاشتراك. يا اسطى مش يمكن انت اللي دمك تقيل؟ والله صاحبي وارد. المهم تعالى نتكلم على كاس العالم للفوتسال، كاس العالم للفوتسال اللي بدا امبارح، وبدا امبارح صديقي العزيز بماتشات جروب A وجروب B. يا باشا احنا مش هنهزر بقى بالصلاة على النبي، يلا يا باشا جروب A وجروب B يلعبوا على طول، كل يوم ما هيبقى عباره عن مجموعتين. ده بجد؟ اه يا صديقي العزيز. طب ماتش المغرب امتى؟ بكره يا صديقي. امبارح لعب الباراجواي وكوستاريكا، وباراجواي قدرت ان هي تفوز 5-2. وات اه صديقي انت مش عارف بقت بتوتوت كتير ليه؟ المجموعة دي فيها باراجواي وكوستاريكا واوزباكستان وهولندا، دي المجموعة الأولى. المنتخب الباراجواي كسب 5-2 في المباراة الأولى أمام المنتخب الكوستاريكي، وبالنسبة لمنتخب هولندا فهولندا تعادلت مع اوزباكستان 3-3. هتقول لي كابتن أنت قلت إن في مجموعة تانية لعبت. بالظبط صديقي، والمجموعة دي فيها العملاق البرازيلي السامبا البرازيلية. السامبا والعملاق البرازيلي، ولا شكلك متبل البرازيل. لا صديقي مش محتاجين تطبيل، هما مسكوا كوبا نفخوها كام يا كابتن؟ 10-0. مش بداية قوية؟ لا هي بداية قوية كده، ورسائل خفية من البرازيل بتقول لك ان لمؤاخذة يعني المنافسة هتكون قوية في هذه البطولة. البرازيل قدرت انها تكتسح كوبا 10-0. 10-0؟ اه صديقي بس ايه يا صديقي بس ايه؟ هم قدروا ان هم يكتسحوا الفريق الكوبي 10-0. بسم الله ما شاء الله. تبص على الاهداف تلاقي لعيب اسمه مارسيال ونيجيتينيو ومارلون وفليبي فاليرو ومارسيال ومارلون. بسم الله ما شاء الله، واضح ان مارسيال ومارلون دول هيبقوا مكسرين الدنيا في البطوله دي. مارسيال ده سجل 3 اهداف ومارلون سجل هدفين، وهدف لفليبي فاليرو مارلون سجل هاتريك ومارسيال سجل هدفين. بسم الله الله اكبر. انا متفائل يعني. مارسيال ده بيلعب فين؟ مش كاتبين هنا على الانديه؟ مش مهم، المهم صديقي ان هي دي ماتشات المجموعه الاولى والثانيه اللي اتلعبت امبارح. النهارده ان شاء الله هيبقى في ماتشات افغانستان وانجولا منتخبنا الافريقي، والارجنتين واوكرانيا اللي عندهم زيرتشينكو اللي بيعيط الله اعلم، نيوزيلندا وليبيا واسبانيا وكازاخستان. دي ماتشات النهارده ان شاء الله، وطبعا ماتشات بكره ان شاء الله باذن الله هيكون البرتغال وبنما، طاجيكستان والمغرب، جواتيمالا وفرنسا، وايران وفنزويلا. اتمنى سلك التغطيه بتاعتنا تكون عجبتك، وان شاء الله هنفضل مكملين لحد البطوله ما تخلص. قول يا رب.